الوصي القاضي قلت لي زائد غادي يجيبوا البنات في خماس ورقة عندي محكمة حدود 30 شهر أول 22 الجزء الأول من بحث كيفية عمل الكون موضع لوزارة الثقافة 9/2/2040 30/6/2010 المحكم الكومي الدولي ده مش طالب طالع عظمى حسام محمود مقصود. طبعا هذا البحث تم له شهور السنة الماضية في معادلة الكمية النووية الشامية الشآمي أول مرة تجمع جميع الجسيمات النووية في معادلة واحدة ومن خلالها كشفنا مصدر صفات المادة لأول مرة. طبعا نبلش هلا إشكالية البحث. طبعا الهدف الأعلى لجميع الفيزيائيين هو فهم الطبيعة ثم تحويل أصغر الجسيمات إلى أكبرها. طبعا بهالحالة لم يحققوا سوى الاستفادة من فهم السطح للطبيعة. السبب هو فهمهم للطبيعة بطريقة احتمالية فقط اللي هي تأسس علوم الكم من 120 سنة. طبعا العلوم الاحتمالية لا تكشف شيء من البنية الداخلية للمادة. السبب هو إبعاده لأحد الأشخاص اللي اسمه سيلفنشتاين اللي هو وضع المعادلة للحقن الكراطيسي واللي تحولت بعدين من خلال العالم الألماني شاهين حسنيان لمؤثر ومن خلاله صار نفهم نحن شيء عن الجسيم الأول. فإبعاده من 120 سنة أدى يتأخر البشرية من 120 سنة تأخرنا بسبب إبعاد هذا العالم. اللي ساويته هو رجعت لمرحلة هذه وأسست علوم الكم من جديد بناء على هذا الشعاع. يعني اللي ما قدر يساوي سيلفنشتاين ساويته من جديد. وضعت أول معادلة ذلك تكون معادلة هايزنبرغ، أول معادلة احتمالية، وضعت أول معادلة كهرطيسية في علوم الكم. تدرس الفرميونات، طبعا الفرميونات كما نعرف لا تدرس إلا احتمالياً، أما البوزونات تدرس كهرطيسية، هلا صار فيها تدرس الكل كهرطيسية. طبعا أهداف البحث هي تحديد كتلة الجسيم وتحديد مصدر صفات الجسيم، كتلة كيف طلعت الكتلة، كيف طلعت الشحنة، كيف طلع السبيك. طبعا الموجز بعد انهاء الهدف الحقيقي للعلماء من الطبيعه نتيجه لتاسيس علوم الكم باستبعاد العالم سيلفنشتاين وشواي ار اس الكارديسي تم اعتماد الكم على الطابع الاحتمالي الكارثي صار فهمه من الطبيعه وهميا حينها قم باعاده بناء علوم الكم من جديد وكان سيلفنشتاين موجودا وصولا للمعادله الشام التي تدرس جميع الجسيمات الطبيعه بشكل كارديسي حقيقي. كانت مفتاحيه كالعاده الكمون الكارديسي خلق وبناء الازواج وعدد بروكا وعدد ديرات متجه ريمان سيلفنشتاين. مقدمه الطبيعة مؤلفة من جسيمات سبينوها نصف اسمها الفريونات وجسيمات سبينوها واحد اثنين أو صفر واحد اثنين اسمها البوزونات اللي هي روابط بين هالفريونات اللي بتشكل القوى نسميها القوى. طبعاً بما أن هناك معادلة للقوى تحمل صفة الكتلة الموجودة أيضاً في الفريونات فبهالحالة بنروح لهالمعادلة تدرس البوزونات ذات الكتلة مشان نكتشف من خلالها سبب الكتلة للفريونات. في هذه الحالة شو بنعمل؟ بما أن الفوتون طاقة ذات حقلين كهربائي ومغناطيسي عند مرور بجوار مواد ثقيلة تحول إلى الفوتون سالب وبوزيتون موجب في تجربة خلق الأزواج، هذه التجربة هي خلق الأزواج. طيب في هذه الحالة معناتها الإلكترون مؤلف أيضاً من حقل كهربائي ومغناطيسي والكتلة والشحنة والسبين تجمع عن زي الحقلين حصراً في غيره. طيب مثل الفرق بين المكعب والكرة، الفوتون بعتبره مكعب او عفوا كره والالكترون بنعتبره مكعب له رؤوس. هذه الرؤوس هي صفه جديده اللي بنسميها كتله. الالكترون ما له كتله ما له رؤوس، المكعب له رؤوس له كتله. هذا المقارنه. فهذه العمليه نحن شو لازم نساوي الحالة؟ المقارنه الاولى بما ان الفوتون الحر عديد الكتله وفقا لمعادله ماكسويل المختصره دي ميو ار يو يساوي صفر تفضل الطرفين لدي ميو وصولا الى دالامبير ار يو يساوي صفر. طبعا دي ميو صفر صفر. شو نعمل هلا؟ نجيب معادلة بروكا لدراسة البوزونات الضعيفة. بنشوف معادلتها هي الشكل. يا ترى هل المعادلة تحقق الفوتون شيء يا ترى؟ إذا طبقناها بنشوف إنه إيه بتحققها، لأنه حطينا الكتلة صفر هي الفوتون،